Good morning, Junior 6. هنكمل lesson Dangers of Electricity. هناخد number 2, the electric shock. The electric shock, it is one of the dangers of electricity that occur due to passing the electric current through the human body. طب يعني ايه يا مستر؟ يعني الالكتريك كارنت التيار الكهربي هيمر او هيعدي جوه الهيومن بادي. طب يا مستر هو البادي بتاعنا ده جود كوندكتور ولا باد كوندكتور اوف الكتريستي؟ الهيومن بادي از جود كوندكتور اوف الكتريستي. طب ليه يا مستر؟ لان 70% اوف ذا بادي كونتينز ووتر. اغلب جسمي تلتين جسمي تقريبا كونتينز water. وخدنا قبل كده ان الووتر good conductor of electricity. اوكي؟ طب يا مستر ليه برضو حصل electric shock؟ حصل electric shock لان our body بقى part من closed electric circuit. يعني ايه يا junior 6؟ يعني لو عندي electric circuit تمام؟ مثلا battery ولان اوكي وكي مثلا ايدي اللي هو مثلا لو عندي فينجر مثلا عندي فينجرز بقى جزء من الايه من الالكتريك سيركت. طبعا خدنا الكونتينز بتاع الالكتريك سيركت بقى الهيومن بادي جزء منه من الالكتريك سيركت فحصل له الكتريك شوك الالكتريك كرنت هتمشي جوه البادي طبعا وده ممكن يسبب الموت طبعا. لا طب يا مستر امتى يحصل مثلا ديث موت من الالكتريك شوك؟ هنا حاجه اسمها هارمز اوف الكتريك شوك. يعني ايه خطوره الالكتريك شوك دي؟ بتعتمد على حاجتين. اول حاجه السترينث اوف ذا الكتريك كارنت ذات باسس ثرو ذا هيومن بادي. يعني ايه قوه التيار الكهربي اللي هيمشي جوه جسم الانسان؟ يعني يا مستر لو انا دلوقتي مثلا حصل ان انا لمست مثلا الكمبيوتر بتاعي فهتكهرب دي اسمها الكتريك شوك. لو انا مثلا بحط ميتال او اي حاجه تمام جنب الكتريستي زي مثلا الالكتريك سيركت او زي مثلا الكمبيوتر لو حد معاه مثلا فلاشه اير تمام وحطها جوه الكمبيوتر ممكن يحصل له الكتريك شوك بسيطه ده هيعيش مش هيجرى له اي حاجه يبقى الاسترينث هنا صغيره. طب بقى لو مسكت بقى محول الكهرباء اللي في الستريت بتاعتنا طبعا ده هيبقى فيري دينجرز. فهنا الاسترينث بتاعت الالكتريك كارنت بتفرق على حسب لو هي قليله مش هيجرى حاجه تمام. نمبر بي تايم تيكن باي الكتريك كارنت تو باس ثرو ذا هيومن بادي. يعني التايم اللي التيار الكهربي هيمر فيه جوه جسمنا هل هو تايم صغير ليس ذان 1 سكند ولا تايم كبير؟ تمام نحفظ التو هارمز دول عشان بيجوا مثلا كومبليت اوكي. وطبعا لازم نحفظ الديفينيشن بتاع الالكتريك شوك عشان ممكن يجي ديفينيشن وممكن يجي ساينتفك تير اوكي. طب الريزونز اوف ذا الكتريك شوك قلنا ابارت اوف يور بادي تاتش ان ايزوليتد واير ذات هاز ان الكتريك كارنت اند انذر بارت اوف ذا يور بادي تاتش ذا جراوند. يعني ايه مسكت in isolated wire او non insulated wire سلك مش معزول تمام لمصدر تيار كهربي على طول بقى جزء من جسمك تمام يبقى سيادتك لمست سلك مش معزول تمام وكان جسمك لامس الارض فهيحصل لك electric shock. طب تاني حاجة بقى لو انا واقف على ماتيريال والماتيريال دي جود كوندكتور اوف الكتريستي تمام A part of your body touch a non-isolated wire that has an electric current تمام while another part of your body touch a material conducting electricity and connected to the ground. يعني ايه يا مستر انا مثلا بغير اللمبة مثلا تمام او بعدي السلك واقف على ايرن تشير قاعد واقف على كرسي حديد بغير لمبه او بغير سلك او بلزق سلك ومره واحده اتكهربت دي اسمها الكتريك شوك. طبعا الايرن تشير ده جود كوندكتور اوف الكتريستي فهيبقى الريزونز بتاع الكتريك ايه شوك. نمبر 3 يو تاتش تو
non-isolated wire that have electric current. يعني سيادتك ما لمستش سلك واحد، لا ده انت لمست سلكين non-isolated wire، سلكين مش معزولين. تمام؟ طب دلوقتي ازاي انا اخد بالي لما يحصل accidents؟ اوكي؟ اول حاجة تمام؟ open up the tight loses of the injury to the facilitate his breathing. تمام؟ يعني ايه يا مستر؟ يعني انا افتح بعض الملابس الزرار الاولاني مثلا عشان اساعد الشخص المخنوق او اللي عنده تمام الكهرباء. بس يا مستر ده الاول اللي انا اتاكد بماده باد كوندكتور اوف الكتريستي ان الشخص ده يكون معزول ايه عن الكهرباء، معزول عن الايه الكهرباء. Number four, maintain heartbeats. أقدر أقيس ضربات القلب. تمام؟ Of injured by bracing on chest with the palms of the hand. طبعاً في طريقة خدناها في junior five، إزاي نقيس ضربات القلب؟ أشوف ضربات القلب دي قليلة أو عالية. أوكي؟ وساعتها أنا طبعاً في الحال بتصل إيه؟ بالإسعاف. أوكي؟ electric number three, electric burns. They are burns that resulted from electricity and cause the damage of body tissues. يعني هي حريق ناتج من الكهرباء وده بيسبب تدمير خلايا الجسم. طب يا مستر ناخد الريزونز، طبعا الريزونز تتحفظ. Number one, a part of your body touch a source of the electric current directly. So in case the electric burns happen, a result from the electric shock. يعني ايه؟ سيادتك دلوقتي زميلنا ده معاه كي او ايرن نيل حطه في الالكتريك سيركت، تمام، مصدر الكهرباء، فحصل له الكتريك شوك، فنتيجة الالكتريك شوك الصدمة الكهربية اللي خدها دي ان حصل له تدمير لأنسجته او تدمير لجلده، تمام، او تدمير لأنسجة الايد، دي اسمها الكتريك ايه بيرنز. Number two, part of your body touch a fire or a spark resulting from the electric fire. يعني حصل لسيادتك الكتريك فاير، حصل الكتريك فاير وانا جاي بطفيها او انا لمستها touch it، بقى ايدي او جسمي part of your body touch a fire، لمست الايه الفاير، دي برضو اسمها electric burns. Number three، لو انا لمست المكوة مثلا ماما نسيتها، تمام، ما شالتش الواير، اوكي، فالسلك طبعا سيادتك الالكتريك ايرن هتكون سخنة، فلو انت touch هيحصل لك ايه electric burn. اوكي، لو part of your body touch electric machine that generate heat زي الالكتريك ايرن او الالكتريك هيتر. اوكي، طبعا لازم نحفظ الديفينيشن يا جونيور 6 عشان بيجي scientific term كتير في الحتة دي. اوكي، اخر حاجة في الليسون البريكوشن ان ديلينج ويز الكتريستي، ازاي اخد احتياطاتي عشان اتعامل مع الالكتريستي. Number one, don't place flammable materials, تمام، close to the electric machine that generate heat. يعني سيادتك ما تحطش مواد ممكن تولع زي الفرنيتشر والكارتينز والكلوزس قريبة من الالكتريك ايرن او الالكتريك هيتر عشان اتجنب حدوث الايه occur the electric fire. اوكي، Number two, don't place several connection in the same socket. طبعا عشان اتجنب الالكتريك فاير. Number three, don't insert a metallic object in the socket, like a nail. Number four, don't touch the electric machine or connected to the electric current with the wet hand. يعني سيادتك إيدك مبلولة، ملمس أي electric current أو electric machine. Okay. Number five, don't play with the electric connection. Number six, don't try to fix or clean any electric machine while being connected to the electric current. يعني سيادتك مثلا لو الكمبيوتر او البلايستيشن بتاعك في مشكلة، في بروبلم، عايز تعمله فيكس تصلحه، فسيادتك عشان تصلحه لازم يكون معزول او على الاقل يكون مقفول الالكتريك كارنت ايه للماشين دي. Number seven, don't place the electric wire
extending on the ground. يعني ايه جونيور 6؟ يعني ما افضلش امد الاسلاك بتاعه الالكتريك وايرز في كل حته على الايه؟ على الجراوند. اوكي؟ عشان ممكن اتكعبل بيها تمام during walking. Number 8. Don't leave an electric machine that generates heat connected to the electric current while taking a bath. Number 9. Don't leave the wires naked and not isolated. يعني لازم الأسلاك تتعزل وتتغطى. Number 10. Place a piece of plastic in the socket to the prevent inserting another body in it. يعني إيه؟ يعني لازم أغطي الالكتريك اي سوكت عندي بقطعه من البلاستيك او قطعه من البلاستيك او قطعه من الكرتون عشان لو في شيلدرن او اي حاجه ما يتكهربوش. تمام. جود باي جونيور 6.